ملعب 5 جويلية كعادته بدأ في أبهى حلة، تصافح بين لاعبي المولودية والاتحاد. الأول يلعب من أجل الفوز والارتقاء بمركزه، والثاني يحاول الظفر بنقطة واحدة على الأقل. سويبع عينه على شباك غول، وزواري يحمل ثقل العودة بفريقه للواجهة. وقبل البدء تعهد الحكام جميعهم على قيادة المباراة إلى بر الأمان. جماهير المولودية سمتها الوفاء لألوان فريقها في كل زمان ومكان. أما أول إنذار فجاء بقدم وليد درارجة. تفاز عن طريق درارجة غول. ثم ظهر بعدها سويبع، لكنه بدا فاقدا للطريق الصحيح للشباك. التسديدة كانت سيئة جدا من سويبع. عمروش ترك مقعده ليطالب لاعبيه بمزيد من الضغط، وبوزيدي حث أشباله على اللعب في عمق دفاع المولودية. عاد درارجة مرة أخرى، ولكن تسديدته افتقدت التركيز. أرضية متواضعة وضائعة. وحتى رأسية بن دبكة أخطأت مسارها الطبيعي. الاتحاد غاب أكثر من 40 دقيقة، وحين ظهر جاء الهدف المباغت برأس القائد خالي. هدف ضد مرماه عزي. عزي أعتقد سجل ضد مرماه هذا الهدف. شوف التمريرة خالي فعلا، خالي وبمساعدة الهدف الأول. هدف أخلط أوراق عمروش ومساعديه، مثلما أخلط أوراق بوزيدي مع بداية الشوط الثاني وهو يفتقد جهود حارسه غول. بالكرة يبحث عن لاعب متحرر. سدد بن دبكة، وركلة جزاء لم يراها سوى مساعد الحكم، وقررها بن براهم وسط احتجاج كبير للاعبي اتحاد بالعباس. ركلة إن بر لها حدوش، لكن خضيرية أثبت أنه أفضل بديل لنجيب غول. يسدد ويضيع، وخضيرية دخول موفق لهذه المباراة. العباسيون بدوا أكثر تنظيما، وبنوة سبقته صافرة خاطئة احتسبت تسللا لم يكن موجودا. تسلل أشار للحكم. بنوة ضيع هذه الكرة. ولو تشوف لا، ما فيش وضعية تسلل، ما فيش وضعية تسلل، وبنوة ضاعت عليه. وعندما انعدمت الحلول أمام المولودية لم يجد لاعبوها سبيلا من التسديد، مرة من سويبع وأخرى من أمادة. ثم بعيد هذه الكرة من بعيد. أمادة يسدد إلى الركنية. أصبح الوقت يمر على عمروش ولاعبيه من دون الوصول لشباك خصمه، ومنسوب التوتر ارتفع، فدفع عز أيوب لاستعمال الخشونة على مدافع الاتحاد ما كلفه الخروج بالبطاقة الحمراء. صفر بن براهم النهاية بفوز منطقي للعباسيين وأداء مخيب للمولودية على أرضها وأمام جماهيرها.